بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيه ابونا يعقوب اسرائيل ابن اسحاق ابن ابراهيم. انتهينا المره اللي فاتت انه ابونا يعقوب شاف المسيح بعينيه، والمره دي كان اللقاء يعني وجها لوجه، اقرب حتى من اللقاء بتاع سلم يعقوب القديم. وقالت الصلوة المشهورة بتاعته: لن أطلقك حتى تباركني. واستحق أن يلمس المسيح، واستحق أن يولد ميلاد جديد ويسمى إسرائيل. طبعا كلمة إسرائيل كمان ليها مغزى مهم. ربنا قصد أن كل شعب إسرائيل يتمثلوا بهذا الرجل من هذه المرحلة. يعني إيه؟ ربنا عاوز اليهود يمشوا على خطى أبونا إبراهيم رجل الإيمان، أبونا إسحاق رجل الطاعة، أبونا يعقوب رجل السهر والصلاة. إنما الجماعة اليهود اللي جم بعد يعقوب مشوا على خطى يعقوب أو خطى عيسو، ما لقيناهمش ولاد إبراهيم ولاد إسحاق ولاد يعقوب كما يجب. عشان كده لما مر المسيح كان بيكلم اليهود قالوا له: إحنا ولاد إبراهيم. قال لهم: ما تقولوش كده، لو كنت ولاد إبراهيم كنت تعملوا اللي عمله إبراهيم، أنتم ولاد إبليس وأعمال أبوكم بتعملوها. لكن ربنا كان عاوز ولاد اليهود يبقوا كلهم شبه إبراهيم وإسحاق ويعقوب. عشان كده تلاحظوا في العهد الجديد عندنا وعد إن إحنا إذا مسكنا في المسيح حلو وأمنا وعشنا بالحياة كلها إيمان وصلاة، نتكئ في حضن أبونا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يعني سهوة كل المؤمنين والمسيحيين في العالم ان يجي اليوم اللي يدخلوا حضن ابراهيم واسحاق ويعقوب رجال الايمان والصلاة والطاعة. ما يتقالش يعقوب القديم، بقى يتقال دلوقتي يعقوب اسرائيل قديسك، لانه يعقوب لوحده يفكرنا دايما بالحياة الاولى اللي فيها الانسان العتيق والطمع والشهوة والكذب واللف والدوران والانانية، اما اسرائيل يفكرنا بالسهر ويفكرنا بلمسة المسيح ويفكرنا رأيت الله وجها لوجه، ويفكرنا بالانسان العاجز جسديا والقوي روحيا. وده اللي ربنا كان عاوزه من ولاده. عشان كده حتى الانبا انطونيوس يسمي الكنيسة اسرائيل الجديد، يعني احنا الشعب المختار دلوقتي لاننا نتشبه بهؤلاء المحبوبين المختارين ابراهيم واسحاق واسرائيل. انتهينا انه ضرب حق فخذ يعقوب على عرق النساء، ورفع يعقوب عينيه ونظر، واذا عيسو مقبل ومعه 400 راجل. جاء بقى اللقاء اللي هو كان مرعوب منه قبل كده. من قبل الصلاة كان في رعب وكان في خوف وكان الهواجس بتودي وتجيب، انما بعد الصلاة الطويلة دي يعقوب كان عنده سلام غريب جدا داخل كده بقى، ولا كأنه داخل احتفال. مش هم دول اللي هيموتوك؟ مش ده الراجل اللي انت مرعوب منه بقالك سنين وهربان منه؟ داخل يقابله عنده سلام يفوق كل عقل. اللي يشوف ربنا في الصلاة، اللي يشبع بربنا ما يخافش من حاجة ابدا. كل المشاكل تصغر قصاده، كل المخاوف تتضاءل. فداخل بقى على عيسو وال 400 راجل يعني بالاحضان. فقسم الاولاد على ليئة وعلى رحيل وعلى الجاريتين، ووضع الجاريتين وأولادهم في الأول، وليئة وأولادها وراهم، ورحيل ويوسف في الآخر خالص. وبعدين إيه يعني رصهم كده بترتيبهم، وخلى رحيل ويوسف عشان غاليين قوي في الآخر. وبعدين زي ما تقولوا حس: لا لا، إيه الشغلة دي؟ أنا لسه هفكر تاني بطريقة الدنيا وأحمي ولادي. أنا ربنا اداني كلمة ووعدني، أنا شفته ولمسته، كله هيعدي. فاجتاز قدامهم، يعني بعد ما رصهم الرصة بتاعت تفكيره القديم انه يحمي يعني المهمين ويخليهم في الاخر، تقدم الصفوف كلها وما بقاش خايف على نفسه، وسجد الى الارض 7 مرات حتى اقترب الى اخيه. يعقوب ده ما كانش يعرف يسجد ابدا، يعني ابونا اسحاق بيسجد، ابونا ابراهيم بيسجد، انما يعقوب مش بس سجد لربنا بقى في الليلة دي، انما كسر كبرياءه وكرامته، وما عندوش مشكلة يعتذر لاخوه ويوطي راسه للأرض ويقول له حقك عليا 100 مرة يعيسه في اللي أنا عملته. فسجوده كذا مرة وهو داخل يقابل عيسو فيها اتضاع، فيها انكسار، فيها توبة، فيها اعتذار. طبعا ده يمكن حنن قلب عيسو أكتر من كل الهدايا اللي قبل كده. ف
فركض عيسو للقائه. اللي يسمع كده وما يكونش عارف القصة يقول ده شكله هيعمل فيه تاني. إنما الغريب بقى بعد الصلاة نلاقي إيه؟ ركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكيا. نهاية غريبة جدا وما كانتش ممكن تحصل من غير الصلاة. عيسو المرعب المندفع الشهواني العنيف اللي كان حاسب اليوم ده يعني ومحوش له بقاله سنين، الصلاة غيرت قلبه خالص وخلته مشتاق لأخوه وجاي جاري والدموع في عينيه وبياخده بالأحضان وبيبوس فيه، وكأن يعقوب وهو في حضن عيسو عاوز يقول له يا رب مش عارف أقول لك إيه، هو ده عيسو اللي أنا خايف منه، نعمتك يا رب ده فضل كله منك، ما كنتش أحلم إن عيسو يحصل معاه كده، ده أنت غيرت قلبه، ده أنت بدلته خالص. هنا الصلاة تعمل معجزات، تغير قلوب حتى الناس اللي حوالينا. وبعدين رفع عينيه وأبصر النساء والأولاد وقال ما هؤلاء منك؟ قال له كل ده تبعك. فقال الأولاد الذين أنعم الله بهم على عبدك. حتى اللغة ابتدت تختلف، ما بقاش يقول له مثلا أيوة دول ولادي وأنا جبتهم في عز شبابي، لا خلاص بقى قال له دول نعمة ربنا. اللسان اتعدل، ما بقاش يعقوب القديم اللي بيفتخر ويقول أنا عملت وسويت، دلوقتي الله أنعم بهم على عبدك، أنا ملياش أي فضل، كله خير ربنا. فاقتربت الجاريتان هما وأولادهما وسجدتا، واقتربت ليئة وأيضا وأولادها وسجدوا. بعد كده اقترب يوسف ورحيل، لسه بنيامين ما كانش اتولد. فقال ماذا منك كل هذا الجيش الذي صادفته؟ قال له ده قبل كده في هدايا كتير قوي وغنم كتير قوي، ايه الجيش ده كله؟ فقال لأجد نعمة في عيني سيدي. يعني لسه عاوز يقول له ايه، انا بس عاوزك ترضى علي. فقال عيسو لي كثير. بعد ما استغرب الاخوات اللي اتخانقوا على طبق عدس وكانوا هيموتوا بعض دلوقتي بيتعزموا على غنى ملوش اخر، بيقول له خد كل الهدايا دي، الهدايا دي يعني بملايين دلوقتي، وهو يقول له لا لا خليها لك انا عندي كتير. يا اخي ليكن لك الذي لك، ده عيسو اللي بيتكلم. فقال يعقوب لا. طبعا يعقوب بتاع زمان كان ما يصدق لما حد يرجع له الهدية، طبعا الفلوس اغلى حاجة عنده، انما دلوقتي ما بقاش يعقوب، بقى يعقوب الجديد، فيقول له لا ان وجدت نعمة في عينيك تاخد هديتي من يدي، انا ما عادش يفرق معايا، ما تبقاش الفلوس ليها تمن ولا الغنم، انا شفت ربنا، انا شفت ربنا، غنم ايه دلوقتي وارض ايه وكل ده ملوش تمن عندي، لازم تاخد الهدية. لاني رأيت وجهك كما يرى وجه الله. كلمة غريبة قوي، يمكن مش عاوز يقول له انا شفت ربنا، فقال له انا لسه شايف المسيح باين عليك. زي عارفين ايه لما واحد يبص في الشمس كتير وبعدين عينيه تزغلل اللي يجي يبص كده يلاقي الشمس لسه في عينيه من كتر ما عينيه يعني بريق الشمس اثر عليها. قال له انا زي اللي شايف ربنا على وشك دلوقتي. علقت معاه حكاية ورؤية ربنا خلاص. فقال له حتى انت يا عيسو، يعني في قلبه عاوز يقول له اللي انا كنت خايف منك واللي عايل همك والانسان اللي مليان شر، انا دلوقتي شايفك كانك شبه ربنا. انا رايت وجهك كما يرى وجه الله فرضيت علي. قال له كفايه عليا ان انت راضي. خذ بركتي التي اوتي بها اليك لان الله انعم علي ولي كل شيء. انا خدت كتير قوي، انا ربنا اداني كتير. والح عليه فاخذ. شوفوا بقى الفرق بين واحد بيساوم على طبق عدس زمان وبين واحد بيلح على التاني، خد يا حبيبي خد كل حاجة. والكميات الموصوفة في الهدايا دي ضخمة جدا، ولكن يلح لازم تاخد، أنا مش عاوز حاجة. ثم قال لنرحل ونذهب وأذهب أنا قدامك. قال له سيدي عالم أن الأولاد رخصة والغنم والبقر التي عندي مرضعة، إن استكدوها يوما واحدا ماتت. قال له يلا نروح سوا ونمشي سوا. قال له لا بص يا عيسو، انا معايا عيال كتير بيمشوا بالراحه ومعايا غنم وحوامل كتير، لو جرينا ومشينا برجليكم انتوا يا رجاله في غنم كتير يموت في السك، سيبنا ناخدها بالراحه كده ونمشي على مهلنا خالص. برضو يجوز ده يبقى معنى جديد ان الانسان الروحاني لما يشبع بربنا حياته تهدى، خطوته تهدى، ما بيبقاش بيفرك زي الأول وبيجري زي الأول
ويتخانق مع الزمن ومع الوقت ومع الساعة، كل حاجة براحتها بقى خلاص. هو بدل معاه ربنا خلي كل حاجة تاخد وقتها. ليجتاز سيدي قدام عبده، وأنا أصطاق على مهلي في أثر الأملاك التي قدامي وفي أثر الأولاد حتى أجي إلى سيدي إلى سعير. يعني اسبق أنت يا عيسو تقدمني وأنا هاجي على مهل. فقال عيسو: أترك عندك من القوم الذين معي؟ قال له: سيب لك طب رجالة من اللي معايا. فقال: لماذا؟ دعني أجد نعمة في عيني سيدي. قال له: ليه 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 بس كده؟ أنا مش عاوز حاجة، أنا كفاية إن أنت راضي عني. والأسلوب بقى راقي جدا، وبقى حب، وبقى تفاهم، وبقى احترام، ورجعوا كده مثاليين. كل ده بسبب الصلاة وبالتوبة. فرجع عيسو ذلك اليوم في طريقه إلى سعير، وأما يعقوب فارتحل إلى سكوت وبنى لنفسه بيتا وصنع لمواشيه مظلات، فدعي اسم ذلك المكان سكوت. سكوت يعني هدوء، الهدوء اللي بعد العاصفة. تيجي أيام صعبة وتجارب شديدة وسهرات روحية ودموع، وبعدين تيجي فترة سكوت، سكون. الواحد يهدى بقى ويتأمل في اللي ربنا عمله. معقول شفنا ربنا بعينينا؟ معقول كنا هنموت وعدينا؟ ده زي اللي مات وقام هو وولاده، فإحساسه إنه دخل على حياة جديدة خالص غير كل السنين اللي فاتت. أتى يعقوب سالما إلى مدينة شكيم في أرض كنعان حين جاء من فدان أرام، ونزل أمام المدينة وابتاع قطعة الحقل التي نصب فيها خيمته من يد بني حمور أبي شكيم ب100 قصيط. الموقف ده ما يتحسبش ليعقوب، يتحسب عليه. لأن لو تلاحظوا إبراهيم وإسحاق ما كانوش يشتروا أراضي أبدا، ومعلمنا بولس قال الناس دول عاشوا كغرباء عايشين في خيمة مع أنهم أغنى ناس، إنما قلبهم في السماء. ويوم ما أبونا إبراهيم اضطر يشتري، اشترى بس كم متر عشان يدفن سارة، لكن ما كانش عاوز حاجة خالص. هنا يعقوب بقى يشتري أرض، وبيشتري أرض بعيد عن بيت إسحاق ورفقة. طبعا كونه يشتري الأرض وسط وثنيين من غير ما يرجع لربنا، الموقف ده هيكلفه كتير وهيخسره كتير، لأنه ربط نفسه بمكان ربنا ما قالوش المكان ده هو المكان. وفي نفس الوقت ابتدى بقى يعاشر ناس حواليه ما هماش بتوع ربنا. لكن في واحد يعمل حتة غلط ويحط جنبها حتة صح عشان بس ايه يريح ضميره، فيقول الكتاب: أقام هناك مذبحا ودعاه إيل إله إسرائيل. كويس انه عمل مذبح، لكن مذبح فين؟ في أرض شكيم. طب وهي أرض شكيم دي هي اللي ربنا اختارها تكمل فيها؟ مش كنت تسأل الأول؟ بنقول كده ليه؟ لأن الإصحاح اللي بعد كده يوصف لنا مأساة شكيم. خرجت دينا بنت يعقوب وتعلق بيها واحد شاب ابن رئيس القبيلة اللي في شكيم، وبعدين يعني غلطوا مع بعض، وبعدين جه الولد ده يطلب إيد دينا. طبعا يعقوب بقى في حيرة، لأنه مش مفروض إن هو وأولاده يرتبطوا بأهل الأرض، لكن ولاده ما كانوش كويسين، رؤوبين وشمعون بالذات الكبار، خدوها بقى على كرامتهم وقرروا الانتقام، ولسه فيهم اللؤم بتاع يعقوب. يعقوب هيدفع ثمن السنين اللي أهمل فيها تربية أولاده، واللي البيت ما كانش فيه حس الصلاة وما كانش فيه روحانية، ولاده طالعين ما تغيروش زيه. لما اتختنوا كل أهل شكيم دول طلعوا عليهم بالسيوف وموتوهم وبقت مجزرة. يقول: حدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ابن يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا، أخذ كل واحد سيفه وأتي على المدينة بأمن وقتل كل ذكر. طبعا سلوك همجي وما فيهوش أي نوع من الأمانة ولا يتفق أبدا مع شعب الله، إنما ده بقى السلوك بتاع شعب إسرائيل بعد كده، الكذب والالتواء والهمجية والعنف والأذية للناس. وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف، وأخذ دينا من بيت شكيم وخرج. ثم أتى بنى يعقوب على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا أختهم. غنمهم وبقرهم وحميرهم وكل ما في المدينة وما في الحقل أخذوه وسابوا، ونهبوا كل ثروتهم وكل أطفالهم ونسائهم وكل ما في البيوت. سلوك طبعا وحش جدا. فقال يعقوب لشمعون ولاوي: قدرتماني. القدر هيبتدي من المرحلة دي. صحيح يعقوب تاب وشاف المسيح وبدأ الفرح الروحي، لكن يبدأ مع أحزان كثيرة، لأنه كثيرة هي أحزان الصديقين. أول حزن خبطه بقى
انه لقى اولاده الشباب الكبار دول ماشيين غلط وصعبين ومفتريين وجايبين له الكلام، قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض، يعني كرهت الناس فينا. يتسمع في كل حته ان اولاد يعقوب خانوا اهل البلد وموتوهم وضحكوا عليهم وخدوا حاجتهم، طب هنروح فين من القبائل بعد كده؟ قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض، الكنعانيين والفرذيين وانا نفر قليل، يعني هتوقعوني مع شعوب اكبر مني. فيجتمعون علي ويضربونني فابيد انا وبيتي. فقال الولدين بقى الشباب دول شمعون ولاوي: أنظير زانية يفعل بأختنا؟ هو فاكرين أختنا إيه؟ طبعا يعقوب دلوقتي مشكلة تاني، إنه هيقع مع أهل الأرض كلهم، ملوش حيلة غير إيه دلوقتي؟ غير الصلاة. خلاص يعقوب بقى رجل صلاة. ثم قال الله ليعقوب: قم اصعد إلى بيت إيل. ربنا يدخل يحل المشاكل، بدل يعقوب دار بتاعه دلوقتي إسرائيل، ربنا يتعامل معاه يقول له: قوم يا يعقوب، انت دخلت المكان ده غلط، انا ما قلت لكش شكيم، انت كنت متفق معايا من سنين طويلة هترجع لي بيت ايل. بيت ايل ده المكان اللي عمل فيه اول مسبح لما شاف السلم وحط نقطة الزيت على الحجر، فقال له: قوم ارجع بيت ايل وابعد عن الناس دي. طبعا دي تورينا لما الواحد يدخل في مشاكل كبيرة او ولاده يكون عندهم مشاكل كبيرة لازم يجري على بيت ايل. ربنا بيقول لك: سيب اللي في ايدك، قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك، خليك هناك، واصنع هناك مسبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك. فقال يعقوب لبيته ولكل من كان معه: اعزلوا الالهة الغريبة التي بينكم وتطهروا وابدلوا ثيابكم. يعقوب ابتدى يفهم انه طول ما لسه في الهة غريبة ولسه في سلوك قديم مش هينفع ندوق البركة والسلام. فلما عياله لأول مرة ياخد موقف أب كويس وقال لهم: يا أولاد كل واحد يطلع الأوثان اللي عنده ويجيبها لي هنا، وهدومكم اللي كلها خطية دي تقلعوها وتغيروها، احنا هنروح نقابل ربنا، عاوزين نبقى خليقة جديدة، عاوزين نبتدي عهد جديد مع ربنا، هنروح بيت إيل نقابله، فلازم ما تقابلهوش بالمنظر ده. ولنقم ونصعد إلى بيت إيل فأصنع هناك مسبحا لله الذي استجاب لي في يوم ضيقتي وكان معي في الطريق الذي ذهبت فيه. فأعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم. الموضوع ما كانش بس الصنم اللي خدته رحيل من لبان، ده كل العيال اتربوا في جو فاسد، فبقى كل واحد معاه التمثال بتاعه. دول ولاد يعقوب، دول خميرة شعب إسرائيل الأولى، يعني ربنا بينجيهم وهم لسه متمسكين بالأوثان. فيعقوب الجديد قال لهم ايه؟ هاتولي الحاجات دي كلها والأقراط التي في آذانهم. فطمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شكيم. يبان بقى يعقوب الجديد وتصرفاته الحلوة، خد كل التماثيل بما فيها الذهب والحاجات الغالية ودفنها في الأرض، طمرها عند البطمة. ده معنى جميل قوي. البطمة دي شجرة ضخمة خشب يعني، فإشارة للصليب. فالإنسان الروحاني عشان يكمل توبته وتوبة بيته يجيب كل دواعي الفساد وكل الخطايا وكل العهود القديمة البطالة وكل أنواع الشر والفساد اللي في بيته ويدفنها تحت الصليب، ويسيب مكان الخطية ده ويدور على الكنيسة على طول. ثم رحلوا وكان خوف الله على المدن التي حولهم، لأنه عمل كده طبعا هم متوقعين بقى يطلع عليهم أي قبيلة في الوقت ده تنتقم لأهل شكي، إنما لأنه ماسك في ربنا يقول الكتاب: كان خوف الله على المدن التي حولهم فلم يسعوا وراء بني يعقوب. يعني زي ربنا محوطهم كده بإيديه وهم ماشيين محدش بيقرب منهم، مع إن دول مطلوب القبض عليهم ومتهمين من كل قبائل المنطقة بالخيانة اللي عملوها في أهل شكيم، إنما بدل تابوا خلاص ربنا يستر ويبارك ويضلل عليهم ويحميهم. فأتى يعقوب إلى لوز التي في أرض كنعان وهي بيت إيل، ما ده اسمها القديم واسمها الجديد، هو وجميع القوم الذين معه، وبنى هناك مسبحا ودعا المكان إيل بيت إيل، المكان اللي ابتدى فيه يعرف ربنا وشاف فيه المسيح لأول مرة نازل على السلم، هو المكان اللي رجع له بعد سنين وقال له: يا رب المكان ده انت كنت مستنيني فيه بس انا اتأخرت بتاع 25 سنة،
إنما أنا رجعت لك أهو تاني، وأنا فرحان إني واقف قصادك في المكان ده. هناك ظهر له الله حين هرب من وجه أخيه، وماتت الدبورة مرضعة رفقة، ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة، فدعي اسمها ألون باكوت. هيبتدي الموت يدخل بيت يعقوب. يعقوب كان زمان ما كانش يستحمل إنه يموت له حد، لأنه كان عايش وكمان يعيش إلى الأبد. إنما الإنسان الروحاني أكثر قدرة على تحمل التجارب والضيقات وموت الأحباء. بقى يعقوب يوم بعد يوم هيدفن زوجاته وجاريتيه، لكن بيتعذب ربنا ويتماسك بربنا. وكل مرة تيجي سيرة البطمة، يعني بيدفنهم تحت الصليب، خلاص حياته في عرق الخشب ده اللي يحط فيه كل الأوثان، يعني الخطايا تحتيه، وكمان يسلم أحبائه واحد واحد للصليب عنوان الحب الإلهي. وظهر الله ليعقوب أيضا. ده الحكاية بقى إيه؟ بقى ربنا بيجي كتير وبيتكلم كتير، وبقى ربنا صديق يعقوب، وعادت الصلة المثالية اللي بين إبراهيم وربنا وإسحاق وربنا وصلت كمان تبقى بين يعقوب وربنا. ما بقاش يعقوب القديم اللي يتجاهل ربنا، دلوقتي يعقوب صديق الله، يعقوب رجل الله. فظهر الله ليعقوب أيضا حين جاء من فدان أرام وبارك، وقال الله له: اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب. يعني ايه؟ بيفكروا، قال له: حبيبي احنا اتفقنا، انا شلت يعقوب خلاص، شلت الرصيد القديم كله، لغيت الماضي كله، ما تبصش ورا تاني، عاوزك تفتكر الاسم الجديد اللي قلته لك والالتزامات الجديدة اللي عليك. بل يكون اسمك إسرائيل، فدعا اسمه إسرائيل. يعني هو لغاية الوقت ده زي ما تقولوا ايه، لسه بيقولوا له يا يعقوب، وهو برضه في حتة ايه يعقوب، فعمال ربنا يفكره انت دلوقتي إسرائيل. كأن ده اللي بيتقال لنا في العهد الجديد لما يجي صوت ربنا: يا حبيبي انت مسيح، انت شبه المسيح، ما يصحش تعمل زي اهل الدنيا، انت اتعمدت، انت تبت واعترفت، انت اتناولت، ما ينفعش تعمل الحاجات اللي كنت بتعملها قبل كده. قال له الله: انا الله القدير، اثمر واكثر أمة وجماعة أمم تكون منك، ملوك يخرجون من صلبك، والأرض التي أعطيت إبراهيم وإسحاق لك أعطيها. ربنا فضل ساكت على الوعد ده سنين طول ما كان يعقوب ماشي غلط. لما يعقوب تاب وتعدل قال له: الوعد القديم بتاع أبوك وجدك بجدده لك، أنت دلوقتي ماشي في خطواتهم، أنت دلوقتي تستاهل تبقى حفيد أبونا إبراهيم، فالكلام اللي قلته لابونا ابراهيم بقوله لك، الارض دي ليك زي ما كانت لابوك وجدك، ولنسلك من بعدك اعطي الارض. وصعد الله عنه في المكان الذي فيه تكلم معه، فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر، وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيت. بقت حياة يعقوب دلوقتي ايه؟ مسبح وخيمة، صلاة ورؤية، يعني حياة مقدسة. لا خلاص يفرق مع غنم، ولا في خلاف مع لبان، ولا خلاف مع عيسو، ولا زعل مع أهل الأرض. هو دلوقتي مركز في ربنا وعاوز يلحق يصلح أولاده على قد ما يقدر. ودعا يعقوب اسم المكان بيت إيل، ثم رحلوا من بيت إيل. ولما كان مسافة من الأرض بعد حتى يأتوا إلى أفراتة، ولدت رحيل وتعثرت ولدت رحيل، الزوجة المحبوبة، الزوجة اللي اشتهاها من زمان وتأخر ارتباطه بيها، تعثرت في ولادتها. ولما وحدث حينما تعثرت ولادتها أن القابلة قالت لها: لا تخافي، هذا أيضا ابن لك، يعني الولد نازل منها، فطب تقول لها ده ولد. وكان عند خروج نفسها، يعني الولد اتولد ونفس رحيل خرجت، يعني ماتت وهي بتولده، أنها دعت اسمه ابن أوني، يعني أما أبوه فدعاه بنيامين، ابن اليمين، يعني الابن العز. ليه ده أخد ابن اليمين؟ لأنه انتقل من الشمال لليمين، لغاية ما ولد يوسف ما كانش لسه قريب من ربنا، وما كانش لسه شاف المسيح في اللقاء التاريخي بتاع بالليل ده. دلوقتي الولد الجديد بقى زي ابن الحياة الجديدة، فابن اليمين. لكن ارتبط طبعا ميلاده بموت رحيل، وكأن حياته الأولى كمان ابتدى يدخل فيها آلام كتير عشان تصفيه وتنقيه، بدأت التجارب صعبة لأن دي شريكة حياته المحبوبة، ففقد رحيل. وماتت رحيل ودفنت في طريق أفراتا التي هي بيت لحم،
ده أول ذكر البيت لحم بقى. بيت لحم اللي اتولد فيها ربنا يسوع له كل المجد، واتولد فيها قبله داود النبي قبله بألف سنة. القرية البسيطة الصغيرة دي اللي اتقال عنها في ميخا أنت لست الصغرى بين ولايات يهوذا، أول ذكر ليها أن أمنا رحيل اللي شاركت أبونا يعقوب رحلته اللي ولدت يوسف المحبوب وبنيامين ابن اليمين دفنت في أفراسة في بيت لحم. المكان ده أصبح مكان غالي عند اليهود لأن اليهود يعتزوا بأمهم رحيل. فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. ثم رحل إسرائيل ونصب خيمته، وحدث إذ كان إسرائيل ساكنا في تلك الأرض أن رؤوبين ذهب واضطجع مع بلها سورية أبيه وسمع إسرائيل. الأحزان ورا بعض، بلها دي ماتت وبعدين رحيل ماتت، وبعدين دلوقتي رؤوبين بيعتدي على مضجع أبوه، فوجع في قلب أبوه هيفضل مكمل حياته. تبدأ الأحزان من هنا، تكمل حياة يعقوب في أحزان، لكن مع الحزن هناك الصديق السماوي المعزي دائما، ربنا يسوع اللي شافه بعينيه ومسكه بإيديه واداله وعد. كل لما يعرج يقول له أنا بحبك يا رب، أنا مشتاق لك يا رب، أنا ملياش غيرك يا رب. حتى رحيل مشيت، حتى رؤوبين خد مضجعي، لكن تظل أنت إلهي إلى الأبد. المرحلة الأخيرة من حياة أبونا يعقوب مرحلة كلها أحزان، إنما عزاؤه الجديد إن له صديق سماوي دايما قريب منه بيعزيه في كل مرحلة، بيصبره على تعبه وضيقه لغاية ما يتقابله في السماء. هنكمل لسه لقائنا مع أبونا يعقوب المرة الجاية، ونفكركم بالميل الخاص بالبرنامج، اللي يحب يبعت لنا أي سؤال نحب نرد عليه. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.